صباح الخير، صباح النور، صباحكم ورد وياسمين على الناس الكل. شني حوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا لباس وبصحه جيده. اليوم صباح الخير كالعاده، اصبحنا واصبح الملك لله، قاصدين ربي من سليمان الى المحمديه كالعاده على طريق الخليدي باش نجيبوا، لكن احنا جايبين اللوتوروت الجديد اللي يجيب على من برش الصدريه لتونس، وايضا يهز السوسه. طريق جديد، مناظر خلابة برشا، مناظر متاع جبال منه ومنه، والكياس يعني روعة. قال اسمه ذاك الجريدي، حما الجريدي، تسقي الكسكسي في الكياس وتاكل على منظافة والعفافة والجمال زاد الكل مع بعض، رغم أنه نهار اليوم مسحب وما فهمش مطر، لكن مسحب حسيله. الطريق حبيت نصوره لكم، يعني وعليكم السلام، وحبيت نصور لكم المنظر هذا الجميل قبل ما نوصل لدارنا ونشوفوا، لانه خديجه عازمتنا اليوم باش نفطروا عندها فطور الصباح وباش تعمل خبز الملاوي. دبرت لها نجيبه، ولا شكون دبر لها ولا رجلها حاسيله، خلي هو خويا سميت أرطب، مش عارفه كيفاش لقاته باش تعمل لنا اللي نحنا مسكينه خبز ملاوي. يلا خدوجه، صباح الخير. أنا خلطت عصبي. أنا صباح الخير فريد. صباح الخير. صباح الخير خدوج. خلطت بأي بخلط تشنو؟ أنا البعيدة خلطت لكم بكري، والبنات راقدين بهذاك. هذا بالله تا واحد يعرض على واحد على الفطور ويصبحوا راقدين، هذا كلام تو خلينا نمشي نفيقها ماي. برد الدنيا تعرفي، برد برد برد. مسكينة طيب على زوز بيه، خلينا نمشي نعيط لها ونجي نعاونك حتى بالتطيب. كملتي بيه هاني جايه. حسيلو لما حاطين الفطور على الطاوله، حطت لنا طبعا على الطاوله الخبز الملاوي شره اللي متعرفون توم، القهوه الكحله، سعدوده هيك غاصه بالزيت زيتونه والعسل، مش نقول لكم عملنا عليه جو. الخبز سخون مع الزيت زيتونه الباهي مع العسل الحر ومع القهوه، كل واحد كيفاش القهوه نتاعو حاسيلو. هنا ناقصه كان نجيبه ما حبتش تجي، تحب ترقد نجيبه، فيقناها لكن هي تحب ترقد، فانا وسعيده وامي وفريد وخديجه واحد من الاولاد. تبارك الله ريحه الشربه تهبل. طيب جيتها. شنو اللي حطيتي فيها؟ كالعاده سخنت الماء مليح، حطيت ماء وزيت والفلفل والملح والثوم بلدي في نص الطياب، كليل وزعتر فاهم زيد والله بالحق، ولا محمد رسول الله كركم كالعاده، فلك على ملح وكركم، وهذا كالعاده كليل الزعتر نتاعي الحصين. وعملت شو اسمه هو الدست الاحمر، عرفت الاورنجي تحب هذي، شبه الاورنجي هذي، والعدس الاصفر، وحطيت فيه الجلبانه كي جابتها لنا سعيد مفرط بالجلبانه بتاعته ملح كزبره، هبلها والله مزيك تتعدى ان شاء الله، حطيت الكزبره زاد والقرع الاحمر اي والكزبره في الاخر والكرافس. هاك ريحتها غطي غطي على خاطر نحط لكم سخونه. لا ليش نعبي لك منها عشاك تو؟ ليه نجيبها خاطر خرجت المركزات باش من الصباح كي جيت خارجه باش نعمل يا مشوي يا معجه، مانيش عارف شنو. اي انا نحب نكمل لك شويه شربه باهي تدفيكم في الليل، اعمل مشوي على روحك. انا نحب اختي رجل اختي حاجه سخونه ودافيه في الليل باهي نوردي. مازال ما مازال ما جيت مازال ما كلمنيش. نحضرها لك صحيتي، حضرها لك عبيها لي سخون عايش جدي تسخني تسخني باهي عايشك. كان تعرفي بالزايد اللي كنت ما نحبش واحد يقعدوا ناقصين. خيرات ربي نعبيها لك، شنو عبيك على الاخر نعبيها لك، صحافي تزيكم بها في البرك. مازال ما كلمنيش ما تعبيهاش تو. لا لا تعرفي نعرف نتسمى رجعي عيط لك تو، انا حضر قبل دينها وجي كرمني تو عبيت يا مزعم تبارك الله سخونه هي احسن ما يصيرش في تبرد شويه. اما قبل ما نمشي اعطيني كاستين خاطر في الدار ما عادش ماني بعثت لكم البريد، وانا يعني على كيفي ما نحبش نطيب على راسي بركه يجي ماسك ولا كيفاش. سيبيلي كاستين بلا كيفاش من غير لوز ولا حتى شيء، وهذه خليها تبرد شويه حتى اللي نسمعوا يزمر نخرج مع بعض. يعني حاضره مول وبناتها هكا، انا تو باش نهز شربتي، نشرب كاستين في دارنا ما الشربه باش نهزها من دايت نجيبه نخلط غادي مخرجه من الصباح كما سمعتوني قلت نجيبه شويه مركز من الفريجو، يما انا شهيتهم مشوي بالك عم كنا ديما يعملهمش مشوي الله اعلم يعملهم معجه، اللي يجي ما سالش نشي العظام في يدي خاطر ما عنديش عظام حاسي. ونشوفك نوصل الدار نوريكم شنو باش نطيبوا عشانا نكمل بقيت عشانا خاطر تبارك الله
يعني الشربة عبيتي نتاع زوج صحاف باهي حسير. خليني نحضر روحي خير ما يخلطي القنا مازلت مش حاضرة. واقف علي عمر خويا. هاكا هوا وجي هاي عمر يفدلك مع نور الدين هاي هاي تو اكا هوا وجي ها هاوجي هاوجي اوكي هاي خلينا نجيب سيكاني لح باش تهبط باش تهبط باهي اوكي با معاش وقت قالك يا شو شنو اللي عملته جديد؟ صنعنا بنتيه تو روحنا بنتيه نتاع نهارك في المشروع نتاعك واقفه بس برد ياسر الدنيا كان مش صار ما كانش مطرك حتى صرت بعدين بعد نروحوا مع بعض نتعشاو في دار هذا كياس ما تعرفيش هالكياس والوقت ليه ولا جبت نجيب عامله شربه وبعث لي خبز من عشره من حاطه خديجه زاد من عشاي البارح اللي ما تعشيتش معاه لازاني هاو شكرا هاو شكرا سس 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 عسلامة شكرا شنو احوالك لاباس سواه تو مروحين لف لف ماك هاو لاباس عليكم لاباس انت بابا انا الحمد لله شدي فيك الحمد لله ماشي لدارنا ما كل هاك من مكان عملت الله غادي بعد شنو الخبز هذيك هي ولا خبز واحد قمح قمح سميدة ولا قمح سميد سميد داخل خبز سميد لا لا عطاتني نجيب خبز الطابونة لا صح وبالشفاء عايش كلاب بابا نور الدين لاباس عليك هاي ربي معاك يلا باي باي بسلام قلت لك خديجه من عشاء البارح تعملي في فيلم ولا شنو؟ بالصدفه هاو جي صورته يعني انا ما عملتلوش برنامج لذين يذن مازال ما ذنش لذينا اما مغرب تو هكا هاو توكلنا على رب العالمين كل عادة أنا بالنسبة للبرقدان والمدالينا كنجيو مروحين أو كنجي جاي أنا ولو الظروف هبط عمك نور الدين باش ناخذ شوية مدالينا واحد يبدا يتفرج في العبيد واحد ماشي واحد جاي محليها بالحق محليها هنا جيب بخذي بربدين او مدالينا عصيرة بك عصيرة تو نعصروا عنا ماشي عمك نور الدين يخسر البنادول خاطر رغم اني نستعمل في برشا دواء لكن هو اللي هو ولي انا نوعية متاع بنادول يفيد برشا ينقص من الوجيع يعني ربي هو الشافي وكهو هذي في بومهل في بومهل بومهل كالم زاد باهي للسكنة ان شاء الله على المطر هذي في بوم هل هنا او كالكارفور من غادي المهم ان شاء الله يجعل غيث نافع على تراب تونس يا رب على الجمعة جاي نطلع ايطاليا ممكن الجمعة جاي ماشي ايطاليا اذا كان كل شيء مريض ما فماش كورونا ما فما حد شيء واحد مو رد بالك رد بالك ديما اللي تسمع بيه عنده كورونا بعد علي الناس كل عندها كورونا الناس كل ما عندهاش تدري عليه انت قدامك ما خذ احتياطاتك ما تعرفي تري حد شيء ستر ربي رد بالك هذه دوة حمام الانف صرنا البرج السدرية ما فماش مطر تو نحات المطر نقصت سبحان الله نو ما عنديش برا شوف جمرنا الخبز وهذا يلزم الشربة يلزم ما تنجمش تسخنها على السخان يا نور الدين هذوما يتسخنوا على السخان اما الشربة مركزات زادة مركزات يمكن نشويهم وممكن عملوا معجن ظهر لي هكا العشينا اما احنا عنا البريك ولازانيا وهذا يظهر لي محشي مش عارف اوكي عرفتو عسيل والشربة ما شاء الله من عندنا جيبة ايوا وهذيك عسيل تا
توا قال لي عمك دير توا نجي انا قلت كل شيء باش خليه انا باش نمشي نتوضى ونصلي على روحي خاطر فاتنا المغرب. هو مشى يتوضى ساعة ومن بعد نرجعو ونتعشى. يلا تفضلوا معنا قهوة سخنا وصبينا في الصحافي. انا خذيت صحفة صغيرة وخدت هذاك هو نحبش منحبش الشربة في صحفة كبيرة. ومعها طبعا عندي نسات مشوي شوية عملتها سعيدة وقت كانت عندنا مزيت بزيتونها معطاها ربي. حبيت نوريكم هنا فكرة بالنسبة للناس اللي عندها ما عندهاش تبدا عندها دبوزة برك نتاع غاز ويبدو نقلوا فيه ما بين الرشوم ما بين الغاز. الطريقة هذية انا جبت فكرة لعمك نور الدين قلت له علاش باش نقعدوا واحد يسكر الدبوزة والكل علاش ما تعملش زوز مغارف. الحقيقة انا قلت له زوز فراغ قلت له زوز مراش فراشته وتحط عليه ما يغلي لهنا شوية. هو كي مشى الكوجينة لقاه هذية نتاع هذيك نتاع نطيبوا عليها التاي الحديدة فركبها جد بالضبط. يعني اللي يحب يسخن ولا يجمر خبزة روعة تحط حاجة قدام الريشو ولا بطريقتنا احنا هذية او كل ما يغلي باش يطيب قهوته من غير ما تنقل دابوزة ولا تحط دابوزة قوم وفي نفس الوقت تقعد الكوجينة ولا البلاصة اللي فيها الريشو تسخن. هاو عمل العصير طبعا ننصحكم بالعصير برشا برشا على خاطر البرقدين وانواعه مفيد برشا. صباح الخير نهاركم زين رجعنا للمحمدية مرة أخرى. هنا جهة الخليدية نجيبه من المحمدية من تالي برشا ناس تعرفها الجامعة متاع جامعة السلام قابل يشهد على أن الله أكبر على وحدانية رب العالمين وجود رب العالمين وحب الناس لربي. هنا أنا باش نمشي نجيب باسبوري باش نعمل دورة مش باش نصوركم كي نوصل غادي لكن هذه جديدة عاملينها عصير باش ندخل لهنا الماء باش نمشي للمركز نجيب باسبوري. هذه الشيء هذي مرحبا بكم. شفت وريتكم كيفاش تعدي المركز باش نجيب باسبوري التونسي ما نستغناوش عليه رغم عندي الكندي. هذا الكندي بالنسبة للناس ما تعرفش هذا هو الكندي وهذا التونسي. التونسي العزيز عليا صحيح هذا يعطيني حقوقي لما هذا زاد خلنا نقلبه. هذا زاد التونسي خذيته روحت بيه بدلته خاطر فيه هو بدلته قبل ما نروح نهار سبعة ان شاء الله نروح. على كل حال دخلت نلقاهم كل راقدين نلقى فراشية انا جيت قعدت جابت لي ساعة نجيبة الفراشية هذيا وبلاستي هذي فارغة نلقاها تستنى فيا عملت لي كانو هكا هو. امي هاي متكيه زاد بعد ما فطرنا هذا خلط عليهم وقت اللي جيت انا هما قاموا وقتها حضروا الفطور. انا بما اني نفطر عند مع عمكم نور الدين في سليمان خاطر نجي بكري الست نتاع الصباح. المهم كليت هكا معاهم حاجه خفيفه خاصه القهوه الكحله صافيه من غير سكر شربتها وهاني متكرمه فراشيتي. اشكون كيفي بالله ترى شكون كيفي دفي وانا تعرفوا من غير ما نسمي للنجم القاضي والدنيا كلها ذي محرومه منها وخيتي ربي فضلهم لي هاني قاعده الليله نلقى روحي صدعيتني مرت خويا انا جيت قطيره الليله باش تفطر عنا هالجره وعمر فباش نتعشى وعنده مش فطور. المهم هاني قاعده هكايا ونشوف باش حتى البنات يكملوا وبعد سعيد طايف الفطور وباش نبات عندهم الليله على خاطر كيما قلت لكم عمر مستدعينا للعشاء وسعيده زاده قريب تروح قلت خليني نبات الليله ان شاء الله ليله تبدا سعيده مروح باذن الله حسيب. هذاك هو ما لقيت ما نحط اليوم في الفيديو هكا مشكل شويه منا شويه منا شويه منا. روحت قلت لكم باش نطيب المرقاز البارح ما طيبناش يلا غالبا عمكم دي قال لي عندنا بالزيده ما طيبوش ما طيبناش المرقاز. هذا هو الفيديو بتاعنا نحبكم برشا برشا. خليني نقول لكم كلمة واحدة بما أني أنا ما نعلق لكمش برشا ما نردش على التعليقات إلا بكجام جام نعملها أكجادور هذيك القلب نحبكم هذيك من القلب إلى القلب نحبكم برشا. سامحوني ديما نطلب منكم السماح أني ما نعلقش على الكومنتات نتاعكم ما نعلقش الله غالب. سامحوني نحبكم برشا تعرفوني أنا نحبكم واللي جاوا جدد نقول لهم راني نحبكم أنتوما زادة وراني سامحوني راني ما نرد الا ساعات الضروري ضروري يعني عندي مشكله في يدي وهذاك علاش حاشاكم ما نجمش انا ان نعلق. يلا يا سيدي هذه الهديه اللي قلت لكم عليها جاتني من متابعه من فين من دوز
أعز حاجة وأعز هدية هو التمر التونسي من الجنوب. شوفوا ما شاء الله كتمر البيت تبارك الله. هذه أختنا مريم بالحسن زوجة الهادي بالحسن، قالت لي إجا الدوزر الدوس وقول دار الهادي بالحسن تو أي حد في البلاد يجيبك، يعطيه الصحة. وهذه أول هدية وصلتني من متابعة وأنا قريب نروح إلى كندا. ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسنات، ان شاء الله في حاجه يا مريم وخويا الهادي يعطيها الصحه. عطيت بصراحه واحده خلص سعيده مروحه، عطيتها كعبه تهزها لوليداتها مزيانه هكا وبنينه، وانا زوز اخرين انا وعائلتي حاسين. ان شاء الله يعجبكم على كل حال الفيديو اليوم، نتمنى يعجبكم خاطر شويه في سليمان وشويه في المحمديه، لاني نتنقل ياسر ما بيناتهم من يشرك على غادي لهنا. يلا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.